اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. اولى فقراتنا الحواريه. فقره حواريه مميزه جدا. وانت بتحضر لاي حلقه انت جاي تشتغلها على شاشه قناه النادي الاهلي، بتحضر شغل وبتجتهد ومعاك طبعا مجموعه من الاساتذه الافاضل بيحضروا شغل كبير، لكن لما يبقى النجم اللي انت جاي تقعد معاه من النجوم الكبار قوي اللي مهما تحضر مش هتبقى عارف تبدا معاه منين ولا منين. واحد من نجوم وقامات الكرة المصرية، واحد من نجوم مقامات النادي الأهلي العريق وكباتن النادي الأهلي الكبار، واحد من نجوم مقامات المنتخب المصري وكابتن المنتخب المصري، واحد من نجوم مقامات التدريب في الوقت الحالي، طلع أجيال كتيرة يعني محافظات مصر شبر شبر وسنتي سنتي في المرحلة السنية اللي بيتولاها هذا الرجل المخلص بيقدم كل اللي عليه. وتعالوا نرجع كده نشوف النجوم اللي كان بيقعد معاها ويختارها وصلت لفين الفترة اللي فاتت، ونشوف النجوم اللي معاها إن شاء الله هتكون فين في الفترة الجاية، لأنه عنده تحدي كبير جدا مع منتخب الشباب سواء كان البطولة الأفريقية أو كأس العالم أو الأولمبياد. معه ومعكم الكابتن الكبير الكابتن ربيع ياسين، مشرفنا ومنورنا يا كابتن. أهلا بيك استاذ، ازي حضرتك؟ وحشني جدا، منور دايما ودايما مرفع. بالتوفيق. شكرك. ونجم كبير جدا. شكرك. ومستنيين منك الكثير في المنتخب ان شاء الله وهنتكلم فيه، لكن ابدا معاك بمباراه الساعه ولقاء الاهلي والوصل الاماراتي مزمع اقامته يوم الخميس ان شاء الله. شايف المواجهه دي ازاي في دور ال 16 في كاس زايد للبطوله العربيه، خاصه وان نتيجه الذهاب كانت ايجابيه لصالح فريق الوصل بالتعادل الايجابي بهدفين. بفضل الله الاهلي قادر طبعا يرجع في اي وقت. الاهلي طبعا نادي كبير جدا بفضل الله، ثم خبراته طبعا وقدراته اللي موجوده. منظومه النادي الاهلي دايما طول ما عرفها بترجع بسرعه اذا كان بيحصل اي مشاكل فنيه، وده وارد. ما فيش في النادي بيكسب على طول يا استاذ ايهاب، ولا بيبقى ده وارد طبيعه كره القدم والرياضه. طبعا النادي الاهلي مشبع جمهوره بطولات، دي حقيقه. النادي الاهلي نادي كبير جدا ودايما بيختار. اعتقد ان المباراه مهمه جدا للجهاز الفني، مهمه جدا للعيبه، مهمه جدا للنادي الاهلي. طبعا مفيش حاجه بتبقى سهله يا استاذ ايهاب، لازم يتعب. كره القدم النهارده صناعه، كره القدم النهارده وظيفه. فطبعا طبيعي جدا ان مباراه مصر 2-2 مفيش شك ان المباراه تبقى صعبه في الامارات، لكن النادي الاهلي من وجهه نظر الفنيه هو الاحسن، هو الافضل، هو الاقدر، هو الخبرات، هو الفرديات، مع طبعا شروط الجهاز الفني بادارته للمباراه، بقراءته للمنافس كويسه، وبتحضيره، بتشكيله، بتوظيفه، بادارته للمباراه، وده مهم جدا. اللعيبه انا اعتقد انها عندها وظيفه في اليوم ده، هو انها تركز كويس، انها تلتزم، انها تسمع كويس قوي للمدير الفني. وفي نفس الوقت القدر دايما للاعيبه النادي الاهلي وجهازه ان هم دايما بطولات، بطولات دي حقيقه. عشان كده لما الاهلي بيخسر مباراه او بيقل اداؤه او تبعد بطوله تلاقي الجمهور خد بالك، وده قدر جميل جدا. فانا طبعا شايف ان المباراه في الملعب في الشك، واللعيبه لها دور كبير جدا يا استاذ ايهاب ان شاء الله، وعلى مستر كانتون ان شاء الله ان هو ادارته للمباراه وقراءته لنفسه وتحضيره الجيد مهم جدا. سير المباراه ده مهم جدا، لان سير المباراه ممكن يتغير في اي وقت. طبعا ممكن تجيب جول، ممكن تسجل هدفين، ممكن يدخل فيك هدف، ممكن يبقى سلبي. اللي انت محتاجه رايح عشانه، وحضر اختياراتك في تشكيلك من البدايه، مين اللي ابتدي يمين، مين اللي يقعد، ممكن ينزل يغير لي. دماغ الراجل لازم تكون حاضر اليوم ده، دماغ الراجل جاهزه معاه كل السيناريوهات، دماغه طبعا الفنيه مهمه جدا، وخبراته بتطلع في الظروف زي دي. وانا اعتقد ان لاعبي النادي الاهلي طول عمره رجاله دايما يا استاذ ايهاب، الاجيال بتسلم اجيال ورجاله دايما. حتى لو فيها حاجه بيحاول، كله بيحاول يحافظ على الكيان، يحافظ على علاقته بالجمهور، يحافظ على الاداره، يحافظ على سمعه الكيان الكبير جدا. فانا اعتقد انه ماتش صعب، لكن باذن الله تعالى كلنا ثقه في الجهاز الفني واللعيبه ان هيجتازوه بامتياز ان شاء الله. ان شاء الله هنضم ان شاء الله للفريق غدا وليد ازارو. وليد ازارو في هذا التوقيت على مقاعد البدلاء مع المنتخب المغربي اللي بيلعب مباراه وديه امام نظيره التونسي في تونس، يمكن الدقيقه 20 او 22 والتعادل السلبي حتى الان. ازارو مهم جدا، وجوده مهم، فورمه كويسه. انا اعتقد ان هو راس حربه الاساسي والصريح للنادي الاهلي حاليا في احسن مواسمه، ولاعب نشيط جدا، بيجري، بيتحرك، عنده شغل، عنده اضافات، عنده جوانب ايجابيه كبيره جدا في الثلث الامامي. واعتقد انه فارق جدا جدا، وعدم وجوده في ماتش الترجي فرق بشكل كبير جدا. خلينا صراحه ان ازارو في احسن حالاته، فيبقى اضافه في هجوم النادي الاهلي في ماتش الوسط ده باذن الله تعالى. وازارو لعيب
لعيب كبير، لعيب كويس، لعيب حصل منه انسجام وتفاهم. يعني انا بحترمه لانه عنده ولاء كبير جدا للفانلة، عنده ولاء للنادي، عنده ولاء لزملائه، حماس واضح مفيش كلام طبعا. فاعتقد ان اضافه كبيره جدا في هجوم النادي الاهلي في ماتش الوصل بمشيئه الله تعالى. لعيب يعي هو بيلعب فين، عنده الروح وعنده الانتماء، وتشعر ان واحد مش لعيب محترف. يعني في بعض اللعيبه المحترفه كده تحس ان ده جاي لعيب محترف وبقى كويس وكل حاجه، لكن تشعر ان اثاره من ابناء النادي الاهلي كده في جينات النادي الاهلي. بص يا استاذ، النادي الاهلي دايما بفضل الله تعالى صانع النجوم، النادي الاهلي صانع المدربين طبعا، النادي الاهلي الكيان الكبير كل واحد بيتشرف وبيحاول يكون موجود. فاكيد النادي الاهلي عمل اضافه كبيره جدا، الاجهزه الفنيه ساعدته، اللعيبه ساعدوه، الاداره ساعدته، الجمهور ساعده، فدي حقيقه. فالنهارده تحس ان اثاره دول السنين طويله مع النادي الاهلي، حب النادي، حب الاداره، حب الجمهور، حب الحياه، حب الكيان، احترم الكيان، بقى عنده رغبه وعنده انتماء غير عادي. فعشان كده وذاب بصوره مشرفه وهداف، واعتقد ان النادي الاهلي فارق معاه في انه يتاخد منتخب طبعا، المنتخب التونسي المغرب، فاعتقد ان هو برضه اضافه كبيره تبقى هداف النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما صانع النجوم، فهو طبعا لعيب كبير ما فيش كلام، كل التقدير والاحترام لشخصيته وانتمائه ورغبته في انه دايما يسعد جمهور النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. هو لعيب مميز واحنا منتظرين منه الكثير. كابتن ربيع، مثل هذه المباريات للاجهزه الفنيه في النادي الاهلي تكون مباريات حاسمه، خاصه بعد الخروج من بطوله كبيره، وبالتالي لقاء او مباراه الوصل هي ايضا بطوله، لان طبعا نتيجه الذهاب ما كانتش بالشكل المطلوب، وبالتالي الاهلي يسعى للمكسب والخروج من الشكل العام ومن هذا المأزق. طبعا هو في فيش توفيق الفتره اللي فاتت، يعني الناس طبعا يعني ليها وجهه نظر في التوفيق وعدم التوفيق النادي الاهلي. حضرتك في النسبه لو اتكلمنا على افريقيا، النادي الاهلي واخد البطوله دي 8 مرات اكتر نادي في افريقيا واخدها، فهي طبعا عشان جمهور النادي الاهلي متعود دايما على المكسب، خلاص حب وبيحب المكسب. واحنا القدر بيوجد طبعا اللعيبه والمدربين، بلعب على 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 كاس، بلعب على بطوله، فان ما فيش توفيق خلاص، وقلنا ان مش يومنا مش ادائنا، خلاص اعترفنا كلنا ان احنا بنحب الكيان ونحترم الكيان، وعارفين ان النادي الاهلي منظومته الكامله المتكامله بتكسب البطولات ازاي، بالتقليد، بالنظام، بالادارات، بالحب، بالملايين اللي بيصرفها الاداره عشان اشتري لعيبه على اعلى مستوى وعشان اسعد جمهوري واسعد الكيان، الكل بيحافظ، فدي حقيقه. ففيش شك طبعا ان الماتش مهم، ما فيش كلام ان مهم جدا، مهم اللعيبه، مهم الجهاز الفني، مهم جدا ان شاء الله يبقى في حب، مهم جدا الترابط، مهم جدا النواحي البدنيه والمهريه والخططيه، مهم جدا الصفات الارضيه تبقى موجوده يا استاذ زياد في هذا اليوم بمشيئه الله تعالى، وكلنا الثقه زي ما قلنا في خبرات اللي موجوده عن المدير الفني بجهازه طبعا مع محمد يوسف، مدرب عنده خبرات كبيره جدا، كل الجهاز بلعيبه عندها خبرات كبيره ومتعوده على المواقف دي يا استاذ زياد، المواقف الصعبه طول عمر النادي الاهلي وبلاعبيه تحت المواقف الصعبه بتلاقيهم باذن الله تعالى. المباراه في الملعب ان شاء الله تعالى، اللعيبه ان شاء الله تسعى وتجتهد وتشتغل، وكلنا ثقه في الله ثم في اللعيبه والجهاز الفني انها يجتازوا هذه المباراه بنجاح وامتياز ان شاء الله تعالى. جماهير النادي الاهلي بتؤازر الفريق في الامارات دعم ومسانده. مستر كارتيرون قبل المران النهارده عمل محاضره، مدير الفني في مثل هذه المواقف هتعامل ازاي والشكل النفسي هتعامل بيه في المباريات اللي بتكون طالع من مباراه فيها نوع من الضغوط وداخل على مباراه عايز يعني ترجع الفريق لفورمته معاهم؟ عوده الفرقه بسرعه طبعا، عوده الالتزام، عوده التركيز، التركيز لازم طبعا بشكل كبير جدا، ومهم جدا طبعا الجوانب التدريبيه خلال الفتره اللي هي ما قبل المباراه يا استاذ ايهاب، مهم جدا ان انا التشكيل طبعا وبدايه التشكيل ده مهم جدا، مين اللي ابتدي بيه بمشيئه الله تعالى، المنافس العديد او العنيد اللي انا قابلته محتاج لعيبه معينه بتشكيله معينه بشكل معين بسير مباراه معين، حاجات فنيه مهمه جدا لازم بامر الله ابتدي بيها، ان انا اخرج لعيب النادي الاهلي طبعا. وده يعني زي ما قلنا اللعيب الاهلي الحمد لله بفضل الله بيقدر يخرج بسرعه ويقدر يعرف يعني التزام واصرار وتركيز. فالجوانب الفنيه من وجهه نظري مهمه جدا عند المدير الفني في هذا اليوم، الجوانب الفنيه يعني 90 دقيقه بتاع الملعب مهمه جدا، تحضير طبعا ما قبل المباراه، في يخرج اللعيبه، ثقه، عوده اللعيب في ثقته في نفسه مهمه جدا، عوده اللعيبه لي خبرات برضه طبعا ما فيش كلام، خبرات كبيره جدا، كل اللعيبه دي مرت عليها مواقف اصعب يا استاذ، لما اصعب كتير، وفي نفس الوقت ما احنا كان عندنا ماتش تقريبا قبل كده في البطوله اتعادلناه ورحنا كسبنا 4 على ما اتذكر حاجه زي كده، فمواقف معتاده من لعيب النادي الاهلي. لكن بتتكلم في ماتش النجمه ان انت تعادلت بالظبط 4 ورحنا كسبنا وعملوا ماتش كويس بالزبط. ففي حاله توفيق وفي حاله اللعيب مش فيها،
لكن لعيب النادي الاهلي بيرجعوا بسرعه. وزي ما قلنا ان احنا في عودتنا الفنيه في حالتنا الفنيه على الشكل الفردي والجماعي بتلاقي لعيبه النادي بتتالق وعارفه ان هي بتمثل كيان كبير جدا بتحافظ، عارفه ان الجمهور ما بيقبلش اقل من البطوله، ان دايما الطموح موجود، ان الاراده موجوده. فان شاء الله بجهد يا استاذ وبتخطيط وبنظام وباداريات وفنيات هتلاقي اللعيبه والمطلوب منها، وهتلاقي المدير الفني ان شاء الله تعالى وعلى مستر كابتن ان هو يتعب ويجتهد، وان شاء الله كل الامور تبقى كويسه باذن الله تعالى. اكيد واكيد مستر كارترون كابتن محمد يوسف شايفين الموقف بشكل طبعًا افضل. طبعا طبعا طبعا. لعيبه كانت عندها ضغوط في مباراه الوصل لانه بص على النهائي الافريقي، وده طبيعي يا كابتن لما اللعيب يبقى عنده مباراه مهمه جدا بيكون مركز فيها، وبالتالي كانت مباراه الوصل دي في توقيت صعب جدا، دلوقتي ما فيش ضغوط، الضغوط الموجوده الان هي الخروج من البطوله الافريقيه، ولعيبه النادي الاهلي تقدر تطوي الصفحه وتادي بشكل كبير جدا، وبالتالي التركيز دلوقتي زي ما حضرتك قلت 90 دقيقه في الفنيات، والنادي الاهلي قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه. برضه قدر اللعيب النادي الاهلي يا استاذ بيلعب في 4-5 بطولات في السنه وبيبقى عند حضرتك في كتير جدا، الحمل تقيل كتير جدا، والطموح طبعا احنا كل بطوله لازم بامر الله الجمهور ما بيرضاش لازم ناخدها، وفي نفس الوقت بيبقى تحت ضغط غير عادي، اللعيب برضه بشر، ده بشر، ده حقيقتك مثال مثلا حسام عاشور كم سنه بيلعب تحت ضغط؟ كم سنه بيجيب بطولات؟ كم سنه بيطالب انه يكسب؟ كم صعب الامر صعب، ده حقيقتك فالامور مش سهله ابدا، لكن زي ما قلنا النادي الاهلي قادر بمشيئه الله يرجع بسرعه، وفي نفس الوقت اللعيبه دول بشر مهما كان برضه، فهم عارفين اتجاهاتهم ازاي والمطلوب منهم، واكيد قفلوا الصفحه بعد الترجي ومركزين جدا، عندنا بطوله الدوري، عندنا بطوله العرب، عندنا الكاس، عندنا حاجات كتيره جدا، فهو ان شاء الرحمن باذن الله تعالى العوده تبقى سريعه باذن الله، وفي نفس الوقت النادي كان ظروف اصابات دي برضه ما الناس لازم تعملها في حساب ضغط المباراه اللي حضرتك قلت عليه ده بيولد بقى الاصابات هنا طبعا تحت ضغط وشوف النهارده يعني اي فرقه يا استاذ ذهاب بتلعب قدام النادي الاهلي الامر مش سهل طبعا لان النادي الاهلي نادي كبير وقيمه كبيره جدا وحاجه جميله ان شاء الله نكون كلهم عند حسن الظن ويعملوا مباراه كبيره باذن الله تعالى ونرجع مجبورين خاطر وكسبانين بنتيجه كويسه واداء رائع باذن الله ان شاء الله. كابتن ربيع ليك مسيره كبيره وعظيمه مع النادي الاهلي، اكيد في وسط هذه المسيره كان في بعض المواقف المشابهه، كان في بعض المواجهات الصعبه، كان في بعض الامور اللي بتفكرك بمثل هذه الامور الان. طبعا على مستوى الدوري طبعا كتير جدا كانت مواقف، مثلا نهائي بطوله بيننا وبين الزمالك في اي لحظه وكنا بفضل الله تبقى نتفوق، افريقيا كتيره جدا 5 بطولات احنا وصلنا، احنا كنا لعبنا يعني خدنا اللي واخدينه 5 خدناهم ووصلنا اكتر من 6-7 نهائي افريقيا، تعرضنا كتير كده كسبنا مثلا مرات تعادلنا 0-0 او كسبنا 1-0 في ماتش في كاميرون بطل الكاميرون ولعبنا ضربات جزاء وكسبناها وبرضه 1-0 هنا لفينتس ورحنا كسبناه هناك ونتيجه يعني قصدي المواقف دي طول عمرها موجوده في النادي الاهلي، دوري افريقيا كاس مصر، انت يا استاذ ايهاب انت رايح بعيد ليه؟ انت كاس مصر لعبته بقرار من رئيس نادي يعني ظاهره لن تكرر، رحت لعبت كاس مصر بولاد صغيرين وكسبت الاهلي بمن حضر بشباب صغير زي الفل، هو ده النادي الاهلي بمين؟ بعمالقه كان الزمالك عمالقه موجودين طبعًا خبرات لا اقصد النادي ما بيقفش وبفضل الله تعالى في مجهود في حب في تخطيط في نظام في منظومه كامله متكامله عارفه طريق الصح اللي لازم الناس تعرفه فلا اقصد ان طول عمر النادي الاهلي ومواقف اجيال افتكر مواقف الترجي هنا قبل كده المواقف الصعبه اللي جيل ابو تريكه ومتعب والحضر المواقف الصعبه اللي كان بيروح هنا تعادل تروح تكسب ب2-3 وترجع مواقف صعبه جدا وطول النادي الاهلي تحت ضغط وده البطل وده قدر يا استاذ ايهاب لكن كلنا ثقه في الله سبحانه ثم الاجيال انا من وجهه نظري كل الاجيال اللي مثلت النادي الاهلي محترمه وادت بتحافظ على الكيان وبتحاول وكله بيحاول من اجل اسعاد الجمهور لكن هذا الجيل جيل كويس وكل لكن هل يقارن هذا الجيل بجيل ابو تريكه ورفاقه يعني ولا هو برضه في اختلاف للاجيال وانا كنت شايف لك حوار حضرتك بتقول ان المواهب ندرت في هذه الايام مفيش كلام انما في اجيال بتبقى محظوظه بان بيجي لك فيها لعيبه افزاز كتيره يعني ما تفتكر الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات كل جيل بيجي فيه بيجي فيه بس ده ممكن تلاقي 3-4 الجيل اللي قبله ممكن تلاقي 10 الجيل بتاع فمتوسط اعمار وفي نفس الوقت انت حسب المستويات اللي بتجيبها انت بتجيب لعيبه مع لعيبه موجوده خلاص خد بالك انما الامور كل الاجيال يا استاذ ايهاب بتبقى فيها لعيب فيها النوابغ فيها لعيبه مهاريه فيها مواهب لكن العدد انت يا ابو تريكه العدد كان كبير جدا ما شاء الله كان كبير جدا نجوم على الدكه ونجوم في الملعب ما شاء الله فده يفرق معك
خد بالك، ففي ظروف انت الموسم اللي فات كان ظروفك افضل واحسن مع احترام الشديد، ظروفك في اللعيبه كان في لعيبه كتيره موجود، انت كان عندك استقرار في اللعيبه، انما انت قبل الموسم يبتدي مع الاداره الفنيه الجديده خرجت لعيبه كتيره جدا، في اعارات وفي حاجات كتيره جدا، فمن هنا جت الدروب البسيط، لكن ان شاء الله استرجع باذن الله تعالى، وفنار كلنا امل في الاداره باذن الله، الاداره بياخدها نجم كبير جدا ربنا يرجعه بالسلامه ويشفيه، في نجم كبير جدا عارف بيعمل ايه، الناس تثق فيه وكلنا بنثق ونحبه وبندعي له نرجع بالسلامه ان شاء الله على احسن ما يكون، والناس تطمئن تماما ان النادي الاهلي وخاصه فريق كره القدم في ايد ناس امينه بيرقصها نجم كبير، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نجم اداره جيده على اعلى مستوى، ان شاء الله الناس تطمئن ان القادم افضل واحسن للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. على المستوى الفني كابتن ربيع، اكيد فريق الوصل عارف انه محقق نتيجه ايجابيه، واكيد شايف الاهلي الفتره اللي فاتت وعارف ان الاهلي في كبوه، فبالتالي المدير الفني للوصل يفكر ازاي؟ يشتغل ازاي؟ على 90 دقيقه هيقسمهم ازاي مع النادي الاهلي؟ وحظوظه وفرصه هو على يعني قبل المباراه هو الاقرب وفقا للنتيجه اللي حققها، ولكن انت عارف الاهلي بيلعب باداء جيد والاهلي ما فرطش في البطولات، لكن هو راجل يشتغل ازاي على النادي الاهلي في ظل الاهلي كتاب مفتوح وطالع من كبو. هو طبعا الراجل اكيد انه لازم يفكر مره واثنين وثلاثه بالنسبه للنادي الاهلي، من وجهه نظري لو انا ماسك فريق الوصل مش النتيجه مع مصر، بتاع مصر ما تخدعنيش، لان النادي الاهلي بيرجع في اي وقت، النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي عنده قدرات، النادي الاهلي عنده فرديات، هنا بعمل حسابي كويس قوي في بدايه شغلي، في بدايه طريقتي، انا هلعب 4 3 3 4 2 3 1، الاهلي بيلعب 4 2 3 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 1 هجوميا ودفاعيا، الطبيعي جدا ان انا في عندي توازن في التشكيله، طبعا هبتدي بافضل واحسن ناس، واخد حضرتك، هدور على ارضي، هدور على الجمهور، مع ان بكره انا من وجهه نظر الجمهور هيبقى كتير للنادي الاهلي باذن الله تعالى يوم الخميس، انما اللي اقصده ان الشكل ده مهم جدا، البدايه انا هبتدي زون نص ملعبي، انا اعتقد ان مش هيقدر يضغط من قدام على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي صعب انك انت تجاري 90 دقيقه في ضغط امامي وعالي من البدايه، هو ممكن يبدا في البدايه بس كده اللي امتصاص حماس الجماهير اول خمس دقائق فقط كده يضغط، وبرضه انا بلعب كره مفتوحه لغايه ما يمتص الحماس ويبدا يقفل دفاعات. اصل خلي بالك انا من وجهه نظري بيلعب النادي الاهلي يا استاذ، الضغط الامامي ده مش مع اي حد، مع بطل افريقيا، مع بطل النادي القرن، مش بسهوله، عشان خلي بالك في جوانب انا بحضرها في الفريق بقراها كويس، هل انا عندي بدنيا فريق جاهز وواقف؟ ان الضغط العالي ده محتاج لياقه بدنيه غير عاديه طبعا، يعني زي ما مطلوب منك هجوم مطلوب منك دفاع طبعًا. وخاصه انت بتواجه النادي الاهلي، واخد بالك، النادي الاهلي رايح عشان يهاجم عشان يكسب، فالطبيعي انا بعمل حساب للجزء ده، التوازن بقى بتاعه هو وشكله، مين اللي هيدافع بيه ومين هيجيب ده حتته، ده اكيد طبعا الاطراف هيقفل، الاطراف دي مهمه جدا طبعا، العمق، واخد بالك، هيلعب على السلبيات، هيشوف الباقي الماضي بالنسبه للنادي الاهلي في الماتشات السابقه، انا هروح اجيب جول ازاي، هفنش الهجمه ازاي، طب مين اللي هروح، خد بالك، هاني هجمتي ازاي، هضيق المساحات، النادي الاهلي بيبقى محتاج مجهود كبير جدا يا استاذ زياب عشان اقدر النهارده اجاريه، عشان اقدر النهارده اخد الشكل الدفاعي والهجومي بتاعي، في افراد، في فرديات، في اوقات خلي بالك النادي الاهلي بيحسب بفرديات، القدرات الفرديه اوقات ما تقدرش عليها، انما النادي الاهلي ككتله جماعيه مهمه جدا ان انا يبقى عندي حسابات كتيره جدا في سير مباراه، اول 15 دقيقه اعمل ايه؟ اول نص ساعه اعمل ايه؟ الثلاث نص ساعه الثانيه، نص ساعه الثالثه، فالشكل الفني اي حد هيواجه النادي الاهلي لازم يتعب يا استاذ، يتعب فنيا في سير مباراه، لان الامور مش سهله، انا مطلوب مني جانب بدني، مطلوب مني جانب مهاري لازم اطوره طول المباراه، في تحرك، في تمرير، في تصويب، في جانب مهاري مهم جدا لازم اطوره من تلت لتلت لتلت، الموضوع مش سهل ابدا، لكن انا من وجهه نظري ان المدرب بتاع الوصل هيشتغل بعينيه وعقله مهم جدا قدام النادي الاهلي في تشكيله طبعا، في ادارته، في تغييره، في الدكه اللي معاه، والماتش بالنسبه له مش سهل ابدا ابدا يعني. هل النتيجه الايجابيه اللي حققها فريق الوصل بالتعادل الايجابي مع النادي الاهلي بتمثل له ضغط شويه، لان هو لو كان حقق نتيجه يعني بهزيمه او حاجه ما كانش هيدافع في ملعبه، كان هيفتح ويلعب اجرى، الوضع مختلف، المنافس بتاعك جاي بيدور على المكسب في ملعبك، وبالتالي المدير الفني يبقى في حيره، هل اقفل من بدايه المباراه العب 90 دقيقه مدافع ومع النادي الاهلي لما بلعب مدافع بخسر، طيب ادخل في الجيم امتى؟ اكيد عبء على المدير الفني لفريق الوصل الاماراتي. انا بتكلم على الوصل والمدير الفني. تمام. مفيش شك ان هو نتيجه القاهره برضو نتيجه هتدي له حاجات كتيره جدا مميزات، يعني ان هو انا لو فتح الجيم مع النادي الاهلي
مش 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 لا هيخسر، لان النادي الاهلي ما فتحش معاك جيم. انا عندي هدفين موجودين وعندنا كذا نتيجه سلبيه او 1-1 ممكن اوصل بيهم. فمن هنا ببتدي افكر كويس قوي ان انا العب دفاع هجومي، دفاع هجومي مرتدات بلعيبه معينه. هو عنده اكتر من لعيب محترف بالزبط. على قدراتهم عاليه جدا، عنده ليما وفابيو وكايو، دول مثلث هجومي خطير جدا برازيليين. تمام، قلت مثلث، هو اعتمد على نسبه المثلثات من اليمين او الشمال او العمق في نهايه الهجمه، لكن ما يقدرش يهاجم بسبعه ثمان لعيب طبعا، ما ينفعش طبعا. ومن هنا ممكن انا اقفل بسته، هو مش بحاجه ليهم دلوقتي، قبل ما حسب نتيجه المباراه ممكن بعد كده يبدا يدفع اكتر من خط الهجوم. برافو عليك، حسب سير المباراه وحسب النتيجه وحسب نسبه الاهداف اللي موجوده. لكن طول ما هو معاه هدفين خلاص اكيد هيفكر طبعا، فتفكيره بهدفين غير تفكير هدف دخل فيها، غير المباراه 0-0، غير المباراه الاهلي ماشي ازاي. يعني في البدايه هو مش مضطر لفتح طبعاً الملعب ده لا المفروض، لان هو عنده زي ما قلت حياتك، هو عنده اهداف بيشتغل بيها، هو عنده نتيجه ايجابيه حملها في القاهره. النتيجه بتخليني افكر افكر ازاي وابتدي ازاي، وابقى حريص جدا ان انا ما يدخلش فيا، ان حريص جدا ان ممكن اجيب هدف اتعب بيه النادي الاهلي، حريص جدا ان احافظ على الهدفين. دي حاجات اعتقد ان محتاجه مدرب كبير عنده خبرات، مدرب يقدر يدير. لكن هل هيقدر على ان هو يقدر يجاري النادي الاهلي دفاعيا طول 90 دقيقه؟ هل هو هيقدر النهارده هجوميا يقدر يجاري النادي الاهلي؟ الامر بالنسبه له صعب جدا يا استاذ، وبامر الله تعالى ان شاء الله ولادنا يكونوا في احسن حالتهم الفنيه. مستر كابتن علي انه يتعب اليوم ده ان شاء الله، لان انا من وجهه نظري المباراه في الملعب 90 دقيقه، المباراه في الملعب يتقال اللي يتقال وحصل اللي حصل، لكن يوم المباراه يا استاذ مهم جدا طبعا. فان شاء الله الامور كلها تمام، اللعيبه تبقى في حالتهم ان شاء الله، بامر الله الامور تمشي تمام. يومهم عايزين طبعا ان شاء الله يبقى يومهم ويكسبوا بنتيجه كويسه واداء رائع بامر الله تعالى. كابتن ربيع، ده بالنسبه للوصل والمدير الفني، بالنسبه للاهلي الوضع يختلف، فرقه جايه تلعب على المكسب، لاعبين وجهاز فني. صح مظبوط. شايف بقى وضع النادي الاهلي ازاي وكيف يدير كارتلون 90 دقيقه امام الوصل؟ احنا بنلعب طبعا، هي الطريقه ثابته من فتره كبيره جدا 4-2-3-1 يا استاذ. تمام. بنعتمد طبعا على الشكل الهجومي 4-1-4-1، 4 في خط الظهر، واحد قدامه هو حسام عاشور طبعا راس المثلث اللي موجود القلب، وبيزيد بيزيد طبعا السوليه او اللي جنب عاشور بيبقى الرابع، يبقى رباعي هجومي براس حربه صريح. احنا بنستخدم الطرفين طبعا مهمين جدا، وجوده مساف هجوميه، ولما خلي بال حضرتك حاله الباكين عندنا الرايت والليفت حاله جيده، وبرومنا تبقى اسهل هجوميه، لان يعني الكورسات دي خلي بالك العرض مهمه جدا يمين او شمال، هي بتزحزق يعني بتخلخل خط الظهر الامامي. وطول عمر النادي الاهلي بيعتمد على باك رايت وباك ليفت بيصنعوا ويتحرروا ويعملوا شغل كتير جدا. الرباعي في ميزه كانت موجوده، التحول النادي الاهلي كان عنده ميزه رائعه، تحول من دفاع لهجوم باقل عدد من التمريرات يا استاذ زياب عشان انهي الهجم. الاهلي عنده ميزات كتيره جدا في ان هو بيوصل كتير وبيسجل، انما اوصل وما سجلش هي دي المشكله، واخد بالك؟ فالنادي الاهلي قادر بامر الله تعالى ان هو يعمل شكل بكره فني على اعلى مستوى هجومي او دفاعي زي ما قلنا. الرباعي الهجومي بكره بقى ده بقى طبعا في التدريبه الاساسيه، وان شاء الله المباراه يوم الخميس. وانت شايف ان الجهاز الفني بيشتغل على يعني في التدريبه اللي خلصت دي بيشتغل علشان يبدا بكره يعمل التراي ماتش او التدريبه اللي هشوف فيها اللعيبه عامله ازاي. مظبوط، بكره الاربع طبعا بيبقى في تقسيمه صغيره في نص الملعب، وفي نفس الوقت هو الراجل اكيد بياخد ال 11 لعيب ويعمل لهم بيعمل بيهم هجوم ضد دفاع، التحرك بتاعي ازاي، انهي الهجمه ازاي، تطوير الشغل ازاي، تمريراتنا ازاي، هحافظ على الكوره ازاي، هروح عند هقابل الراجل ده ازاي. هو اكيد طبعا كل السلبيات اللي موجوده قدام الفريق او الجوانب الخططيه الدفاعيه الفرديه والهجوميه، لكن اللي عند الفريق هو حفظها وكررها وشافوها اكيد في الفيديو. وفي نفس الوقت بكره باذن الله تعالى هو يبقى في شغل ازاي ان انا الطريقه بتاعتي دي، واكيد طبعا هيبقى في ال 11 لعيب اللي هيبتدي بيه الاستاذ موجودين بكره في الملعب بامر الله تعالى عشان ينظم الامور، واكيد كل واحد عارف شغله وايه المطلوب منه. وبكره يبقى الفينش يوم الخميس، بيبقى يوم قصدي بكره الاربع. بكره تمرين اخير يعني الخميس المباراه، فبيبقى خلاص هو الراجل حفظ ونظم اموره فبكره يبقى بس بيعمل تحرك، بيعمل ضربات ثابته، كورنر، فاول، بينالتي، حاجات يدربهم طبعا طبيعي يدربهم على ضربات الجزاء لو المباراه راحت لكده طبعا كله طبعا. فيعني ان شاء الله احنا كلنا متفائلين ان القادم احسن وافضل وخير باذن الله ان شاء الله. طبعا بعيدا عن القائمه الافريقيه اللي خلاص طبعا البطوله خلصت، وبالتالي في عدد من اللاعبين يقدر يشارك بشكل كبير، هل تتوقع ان يكون في بعض الوجوه الجديده ربما تشارك في المباراه، ولا قوام الفريق في الفتره اللي فاتت هو اللي هيلعب بيه المباراه؟ لا يعني انا اميل للجرأة شويه،
وخاصة ان في لعيبة موجودة في قائمة النادي الاهلي لعيبة كويسة ولا على مستوى. يعني احنا عندنا لعيب المفروض نديله يبقى موجود وتوظيفه. لو انا عندي استفيد باثنين راس حربة، يعني لو عندي ازارو راس حربة صريح وفي حالة فنية رائعة، وعندي صلاح محسن برضو في حاله فنيه رائعه، ما انا ممكن اوظفه يا استاذ ايهاب راس حربه صاعد من مكان واستفيد بيه كويس قوي ويروح تمام. يروح الدوله الصغير شاب ومهاري، المهاري جوكر، المهاري يا استاذ ايهاب عنده جهاز عصبي بيوجهه كويس قوي وبيستجيب، لان المهاري يستجيب لعيب الجوكر. فمن وجهه نظري انا ممكن ده استخدمه كويس قوي يعمل حاله كويسه جدا اروح بيها كويس قوي. خد بالك لان مهم جدا الثلاثه هما بكره بامر الله تعالى يوم الخميس الثلاثه دول مكسبك. ثلاثة الثلاثي وسط الملعب مع راس حربه الصريح، ما هو ازارو مش هيبقى لوحده مع احترامي الشديد طبعًا. انما الثلاثي انت عندك ميزه، كان الثلاثي بيوصل في تفاهم مع وليد سليمان في احسن حالاته الفنيه طبعا، في تفاهم في انسجام في انهاء هجمه من تلت لتلت. انت شغلك كله في التلت الوسطاني يا استاذ، انت بتطلع من حارس المرمى لخط الظهر لوسط الملعب عشان ابتدي انظم اموري وانهي الهجمه. ده ميزه النادي الاهلي باقل عدد من التمرير، عندك سرعه، عندك ايقاع بتنظمه، عندك تفاهم، عندك تحرك، عندك زياده عدديه في ال 18 بتتسجل بيها وتروح بيها. فهو ده بكره الشغل. فانا من وجهه نظري الباكين اكيد معروفين وموجودين، لكن الثلاثي الهجومي طبعا غياب احمد فتحي، غياب محمد هاني، يعني احمد طبعًا فتحي طبعًا. ففي برضه بعض طبعًا الامور اللي هتبدا تشتغل عليها طبعا. قوه كبيره جدا احمد فتحي، كبيره جدا. دي مهمه جدا. الباك رايت بكره يوم الخميس مهم جدا يا استاذ. الباك ليفت انا ببتدي شغلي الطبيعي جدا، انا في مثلث عندي واقف دفاعي طول المباراه 90 دقيقه، حسام عاشور والاثنين مساكين اللي هيبقى سعد وكولوبالي، ده المثلث اللي واقف ثابت طول الوقت ثلاثه. ولما بيزيد حد من المساكين واحد من الظاهرين بيخش يبقى هو بيضمن مساعده، يعني كولوبالي زاد بيخش حد من في اوقات معينه تمام. في مواقف في الثوابت في الكورنر في الفاول، امتى ازيد بالكوره؟ دي برضه اكيد المدرب منظمها مع اللعيب، لان برضه في لعيب ممكن يزيد يعمل لك زياده ويعمل لك حل من الحلول. انما في الحاله دي لما لعيب من خط الظهر بيزيد مش في اي وقت يعني ده بيبقى طبعا خارج التعليمات، اللي هو شايف الكوره ماشيه معاه فبيمشي قدام، ده اوتوماتيك بقيت لعيبه الملعب او خط الظهر بياخد الوضع الدفاعي بداله في هذا التوقيت مع اختراقات. بص يا استاذ، انت عندك حلولك الهجوميه وتنويعك يكون في سبع لعيبه، الاثنين الباكين تمام، واخد بالك اثنين الباكين والثلاثي الهجومي والراس حربه والديفندر الثاني، دي حلولك الهجوميه اللي بتلعب بيها تروح بيها وتشكل بيها كويس قوي، وامتى تتحرك وامتى تزيد. في ثلاثي لازم يقف طول المباراه اللي هو حسام عاشور والاثنين مساكين، حتى لو المنافس بيلعب بمهاجم واحد فقط وانت ضغطه تفضل ماسكه. انا عندي سبعه الفرقه الوحيده اللي في العالم اللي بتلعب بثمانيه تهاجم بيها برشلونه عشان بتنهي الهجمه بايجابيه، يا اما تطلع كورنر يا اما تطلع اوت وان باس، يعني لازم ثلاثي. لو الكره من ناحيه الرايت ببتدي هجمتي وشغل الخطط عشان اعمل الجوانب، الباك ليفت بيضم للديفندر الثاني باربعه واقفين عشان الهجمات المرتدات يا استاذ. ممكن قدامك تكون ثلاثه اربعه سرعه، انت قلت في ثلاثي سرع جدا ومهاريين ليما وفابيو وكايو، دول ثلاثة يبقى انا مقفل لهم أربعة، يبقى انا مأمن نفسي. ما انت بتلعب على مرتدات، انت في مرتدات برضو خسرتك في الماتش طبعا يا استاذ، قصدي الحنكة والخبرة في التوازن ما بين الدفاع ومين اللي بيهاجم لي هو ده عندي مدير فني. فاحنا عندنا طول عمر النادي الاهلي بنلعب بسبعة، سبعة دول خلي بالك ستة بني بستة على المرمى وأربعة واقفين عشان مرتدات، خد بالك، والاثنين الديفندرين اللي واقفين في نص الملعب، في نص الملعب بتاع المنافس مش في نص ملعبي. يعني انا برضو عندي اثنين خد بالك واقفين لي حائط صد تحت الست، ادي ثمانية، واثنين مدافعين اللي هم المساكين لاي ظرف. انا بطلع سعد في الثوابت، انا بطلع كولوبالي في الثوابت، انما امتى اطلع؟ لان في مساك يا استاذ ايهاب يطلع يزيد ويعمل لك حاله ويعمل لك هجمه ويعمل لك تمريره حاسمه ويعمل لك شوطه ويعمل لك في، لكن في واحد يطلع في كره شكرا. فاللي اقصده الجانب التنظيمي مهم جدا، الجانب التنسيقي مهم جدا يا استاذ، في الجانب الفني بامر الله تعالى له دور كبير جدا، التنسيق في الخطوط والترابط مهم جدا يا استاذ في الهجمه وفي المدافعه. ده طبعا كلام رائع، لكن الفتره اللي فاتت يا كابتن اتكلم معاك بصراحه اختفت كره الاهلي والوان تاتش واللمسه الواحده وكلمه باص اللي دايما كنا بنسمعها، وبقت الكره الطوليه شويه. هل في تفسير لهذه الظاهره في تفسير الفريق؟ لان انت بتمر بظروف صعبه مع احترامي الشديد طبعا، انت في عندك مراكز ناقصه لازم 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 تكملها، خلينا واقعيين. تمام، اللقاع يا استاذ ايهاب بيتحكم فيه اثنين مهمين جدا، المدير الفني مع اللاعب، اللاعب بموهبته وذكائه بيعمل ترابط مع المدير الفني في الوقت المناسب، امتى اعمل باصه حاسمه اماميه اديها لروح ازار عشان يجيب جول،
خد بالك امتى امسك امتى احملها اعمل 1 2 10 امتى اعمل الدبل باس عشان اروح بيها على الجول. جمال الكلام حضرتك يعني الجميل فيه ان برضه الطوليه ليها وقتها. طبعا في طوليه طبعا مش في واحد يعمل طوليه من نص الملعب تروح بيها تجيب جول في وفي عرضيه واخد بالك وفي عمق وفي وانتوهات وفي دبل باص واخد بالك وفي حاجات كتيره جدا. هو التحرك والتمرير ده مش ده انا بطور من تلت لتلت امال اجيب جول ازاي؟ في رصه قدامي في 11 لعيب قدامي ما كنتش ان انا اتفوق عليهم بتطوير شغلي انا الفني مش هقدر لانهم مرسين نفسهم. فلازم تتحرك ولازم تتمرن ولازم تحافظ على الكوره ولازم تقف على الكوره ولازم المكر ولازم الخداع ولازم المراوغه ولازم التوغل ولازم التصويب ولازم الثوابت. الثوابت حل من الحلول اللي ممكن بامر الله تعتمد على ثم عليه. التصويب التصويب ده ممكن بتصويب مش احنا عندنا لعيبه جابت لنا اهداف من تصويب بره ال 18 كتير. دي حلول الكره الهجوميه. بعد كده من غير كوره يا استاذ ايهاب انت بتضغط نص ملعب بتعمل تلتين ملعب بتعمل زون 15 يارده ضاغط بتقلل المساحات. تقليل المساحات مهم جدا للنادي الاهلي اللي بيلعب اللي هو مدرب انما النادي الاهلي لما بيلاقي مساحات بيتوغل وبيروح وبيفكر وبيحصل في تفاعل غير عادي ايجابي اقدر اسجل بيه في اي وقت. ده النادي الاهلي فهو يرص الرصه. احنا نخلي بالنا من المرتدات ده مهم جدا طبعا. بنلعب على شقين شق ان ما يدخلش فينا بمشيئه الله تعالى وشق ان نجيب. ده محتاج ذكاء محتاج جهد كبير جدا يا استاذ ايهاب محتاج عمل كتير يعني على لعيب النادي الاهلي والجهاز الفني في ماتش الوصل بمشيئه الله تعالى انهم يتعبوا 90 دقيقه جري 90 دقيقه تمرير 90 دقيقه تحركات 90 دقيقه مدافعه 90 دقيقه هجوم 90 دقيقه كل حاجه هي 90 دقيقه. فمش هتيجي بسهوله لان احنا صعبنا الامور في الشوط الاول في مصر. فاللي اقصده ان هو ده النادي الاهلي واحنا اكيد النادي الاهلي انهم جاهزين عندنا الحمد لله جهاز عندنا شغل عندنا فالقدرات والخبرات لها دور كبير جدا لكن الجوانب الثانيه دي اعتقد ان لها دور مهم جدا ان شاء الله يبقى موجود مشيئه الله ان شاء الله. ما فيش شك ان المباراه الاخيره الافريقيه يعني كشفت بعض الاخطاء على الجانب الدفاعي في النادي الاهلي. اكيد المنافس شايف هذه الاخطاء خاصه ان اهداف فريق الترجي على سبيل المثال جاءت من العمق. انت كلام حياتك مظبوط احنا كان عندنا ميزه زي ما قلت حياتك عشان النهارده قلت لك خلي بالك من كلامي قلت لك حسام عاشور يقف تمام عشان هو اول واحد الديفندرين وراهم الاثنين مساكين الديفندرين قفلوا بس. هي دي مشاكلنا في الترجي انت قفلت الطرفين في الماتشات اللي فاتت الترجي الكورتو اللي بيعملها عشان يطلع يعمل اوفر ما اتعملتش ابتدى يخترق من العمق وكانت المفاجاه ان الاختراق من العمق يعني سهلت الامور بثلاث اهداف ما بتجيش من العمق في النادي الاهلي عمرها ما حصلت لان عندك حسام عاشور ده الوتد ده المسمار بتاع خط وسط الملعب الفاهم الناضج الدفاعي طبعا. الخبره واخد بالك ما بيسهلش بيخبوظ لك اي حاجه ومن هنا كلوبالي وسعد سمير التانيين طبعا مهم جدا دورهم قدامه عاشور فانت الحته دي ما كانتش موجوده عندك ماتش الترجي هي اللي سهلت الامور واخد بالك خلينا واقعيين فاللي اقصده انا قلت لك في مثلث لازم يقف على كلوبالي وعلى سعد سمير انهم يكونوا انضج من كده بالنسبه للمرتدات الفهم يبقى اوعى من كده في حاجه اسمها توعيه خططيه موجوده يا استاذ في وعي خطط في وعي فني موجود على سعد وعلى كلوبالي انهم يسلموا الامر في الجوانب الدفاعيه الاول الفرديه والجماعيه عشان ما تدخلش فيا تمام لكن المطلوب منهم في الثوابت انا من وجهه نظري ان بكره مهمتهم ان يدافعوا صح ان يقفوا صح ان يشوفوا بعض صح يا استاذ ايهاب ادي المثلث والباك العكسي اللي ما عندوش الكوره بيضم معاه حسام عاشور طبعا وبنعمل حائط صد اولاني وبعدين الثاني اللي هم الاثنين هو ده الشغل الصح عشان كده قلت لك وجود حسام عاشور وفوقان باذن الله تعالى هيفرق معانا بكره ان شاء الله في وسط الملعب التركيز على هذه النقطة خاصة ان مش متعودين على فرقة النادي الاهلي ان يكون اللعب من العمق بهذا الشكل يعني الديفندرين بيكونوا افوق من كده بشكل كبير خاصة لما بيكون في حائط صد امام الاثنين مساكين بتديهم الفرصة انهم يتعاملوا يعني باعصاب هادية وخاصة كمان لما بيكون في لاعب زي ما انت قلت زي حسام عاشور لاعب مسمار عنده الخبرات انه يعمل التغطية العكسية في ظهر المساك يعني حتى لو راحت منه والمساك طلع بيعمل تغطيه ثانيه عكسيه ما بنشوفش الكلام ده في الفتره اللي فاتت. ما فيش شك ان عندنا اخطاء دفاعيه فرديه على المستوى الفردي والمستوى الجماعي واحنا ماتش الترجي كان باين واضح جدا ان الاخطاء الدفاعيه اللي كلفتنا الخروج والثلاث اهداف يا استاذ ايهاب خلينا واقعيين على المستوى الفردي عشان كده انا بقول لحضرتك ان في جانب دفاعي مهم جدا. الجانب الدفاعي بمشيئه الله تعالى في ماتش الوصل مهم جدا من ال 11 لاعب ودي كانت ميزه عندك الجانب الفردي والجماعي ده مهم جدا. ان التغطيه العكسيه من الباكين مهمه جدا
ان الترابط ما بين الثلاث خطوط في الجانب الدفاعي مهمه جدا يا استاذ. انت عندك خط اولاني براس حربه وبعدين تعمل دي ثلاثه وبعدين اثنين وبعدين اربعه، ده خط ده شغلك الدفاعي. الهجوم له شغله الخاص في سبع لعيبه بحياتك. اللي اقصده ان مهم جدا انك تفكر، ما فيش شك ان عندنا سلبيات وقعنا فيها، كانت عندنا اخطاء، خلينا واقعيين في الماتشات اللي فاتت كلفتنا اهداف الترجي والترجي في مصر وقبله حاجات كتيره جدا، لكن احنا عاوزين نوزن الامور صح، عاوزين الناس تفكر صح، عايز الناس تقف صح. بكره الوقفه مهمه جدا، بكره ان شاء الله الرحمن ان انت اخطائك القليله يا استاذ في الثلث الامامي لازم وقفه النادي الاهلي بدايه سعد سمير وكله بالي من الثلث الوسطاني، ودي ميزه في النادي، وبعد كده انت بتنظم امورك، انما افضل اتراجع 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 في اخطاء في مشاكل، هي دي بتعمل لي مشاكل. خلي بالك حياتك انت عندك الاهداف بدأت، شوف الاهداف بتاع من الثلث الاولاني اللي هو كسكسنا فيه ورجعنا فيه كلفتنا الهدف مع الاخطاء اللي موجوده الباقيه، ان بسيب اللعيب بيجري، كان في ميزه في حسام عاشور واللي جنبه وكلوبالي وساعه ان انا بقابل من وسط الملعب، بس انا على الاقل بضغط ما ارجعش ما بوقفش على حدود 18، انا ارجعه بالكوره بتاعي في السته، انا ارجعه بالكوره عشان يجيب لي جول في ال 18 ساعه. انا بقفل في وسط الملعب، عندنا ميزه في ثلثين الملعب ان احنا الشغل الهجومي بتاع النادي الاهلي في ثلثين الملعب على مستوى الهجوم والدفاع، الدفاعي ببطل الهجمه في ثلثين الملعب، قابل 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 ضاغط 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 ضايق المساحه، على الاقل بعمل فاول تكتيك في ثلثين الملعب، انما ما تسيبوش واديله مساحه وافضل راجع راجع، طب ما يشوط هيجيب جول، طب ما هي ممكن يجيب بينالتي، وده اللي حصل. الميزه الثانيه الهجوميه ان ثلثين الملعب الوسطاني، الملعب ثلث ثلث، ثلث اولاني دفاع، ثلث وسطاني وثلث هجوم. الميزه الثانيه ان انت بتتحول من دفاع لهجوم في اقل عدد من التمريرات الموسمين اللي فاتوا، واحد اثنين ثلاثه تنهي الهجمه بخمس تمريره جول، غير ما اعملها طوليه، عندك البطوليه وعندك الاطراف وعندك السرعات، البطوليه لازم تكون مضمونه طبعا، دي مش اي حد يعملها، دي يعملها لعيب معين، البلاي ميكر اللي انت معلش لازم يبقى موجود، احنا بنفتقد البلاي ميكر، مع البلاي ميكر بيظبط لك ايقاع المباراه، ممكن يبص يهدي الامور في وقت معين وممكن يسرع لك. هذا المركز في فرقه زي فرقه النادي الاهلي بتلعب كوره حلوه، ده بيبقى من المراكز دايما على مر العصور، حتى نجوم النادي الاهلي كانوا في هذا المركز. مهم جدا يا استاذ، مهم جدا. فده دي ميزات احنا عاوزين نتكلم عنها، بنتكلم على 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 شغل فني باذن الله تعالى، هو ده لازم. كلامك الفني يعني واخدني في حتت كتيره كابتن ربيع وانا بستمتع جدا، خلينا برضه هفتح معاك في حته دايما كان يميز فرقه النادي الاهلي الاكثر استحواذا. يعني دايما الاهلي لما كان بيلعب مظبوط او واقف على رجله مظبوط، دايما اي احصائيه الاستحواذ انت عارف ان النادي الاهلي بعيدا عن المكسب والخساره هو الاكثر استحواذا في الفتره اللي فاتت، قصه الاستحواذ في النادي الاهلي قلت. انت يا استاذ بتلعب على حاجتين مهمين جدا، انت بتلعب انت اولا عشان تكسب ماتش كوره عندك جوانب دفاعيه مهمه جدا، جانب دفاعي لازم تفسره للعيبه وتنظمه كويس جدا عشان اقدر اشتغل صح. جانب فداك عندك ميزات انك بتضغط وبتقطع الكوره ما بتديش مساحات، وعندك ترابط وعندك ثنائيات انت بتتفوق فيها كنادي اهلي، ثنائيات اثنين جنب اليمين في اثنين جنب الشمال في اثنين العمق في اثنين، ثنائيات الملعب بتتفوق دفاعيا، ادي واحد. الحته الثانيه انت بتبني كل شغلك الهجومي ونهاية الهجمه على نسبه الاستحواذ، اكثر فريق في مصر كان بيستحوذ على الكوره ما بتضيعش منه لحد نهاية الهجمه هو النادي الاهلي، طب واخد البطولات اللي فاتت زي وخدها، بتبني شغلك الهجومي. فالفكر الهجومي تمرير 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وبتنهي الهجمه. الاستحواذ فعلا اميز فريق كان بيبني شغله الهجومي طبعًا على نسبه الاستحواذ هو النادي الاهلي. لانه هو طول ما اللعيب في حالته، طول ما الشغل فيه تركيز، طول ما انا بحط لحضرتك انه مهم جدا اللعيب تبقى في حالته، هو ده اللي افتقدناه في الماتش اللي فات. افتقدناه في البطوله اللي كانت موجوده، النادي الاهلي كان عنده ميزات كبيره جدا على المستوى الدفاعي الفردي والجماعي والمستوى الهجومي الدفاعي الفردي والجماعي، انت بتعمل مجموعات اللعب، مجموعات خططيه من العمق، مين عارف مين اللي هيروح لك من العمق وهيسجل، مين الجنب اليمين وهيسجل، مين الجنب الشمال، وفي الكوره في الجنب الشمال وليد سليمان فين وازارو فين وجاي فين ومحارب فين، هي دي ميزه النادي الاهلي يا استاذ. خد بالك ما فيش حاجه اسمها انت بتني هجمه بمجموعه من اللعيبه عارفه بتعمل ايه، هو ده النادي الاهلي. فان شاء الله مهم جدا احس حضرتك انه لازم يتعبوا، مطلوب جهد يا استاذ، مطلوب جلد، مطلوب انك تنفذ، مطلوب قوه تحمل، مطلوب صبر، مطلوب انك تركز في المباراه من اول دقيقه حتى الكورنر اركز فيه، التصويبه اركز فيها، مطلوب 90 دقيقه يا استاذ ايهاب تركيز غير عادي من المدير الفني الاداره الفنيه، لان ممكن الماتش خلي بالك احنا عندنا برضو حاجه في ماتش الجهاز الفني برضو ان سير المباراه
مشي بطريقه واحده في ماتش الترجي خلال 90 دقيقه. انت دخل فيك جول، دخل فيك جول لازم يتغير، لازم يتغير، اغير سير المباراه، ارفع اتنين، امتى ادفع بالاثنين راس حربه، وامتى اغير الطريقه 4-3-3، وامتى اشوفه من غير. ما ينفعش مع 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 كل هذه الفرق اشتغل بطريقه واحده فنيه. تمام، هنقول الليله ولا علينا؟ لا لا لا، لا نادي كبير بفضل الله وبنكسب بفضل الله، بس هم مجهودنا. لما يكون في اخطاء بنقول اخطاء، لما يكون في اداء بنقول في اداء. عشان اقفل الباب المباراه دي، عشان في موضوعات كتير عايز اتكلم مع حضرتك، سيناريو المباراه وكلمتك الاخيره لمواجهه الاهلي والوصل. احنا ما فيش شك، انا من وجهه نظري ان النادي الاهلي جاهز، ان نشتغل طبعا ونضغط من الامام. النادي الاهلي جاهز بفضل الله تعالى، ناول ديه مهم جدا ان شاء الله، باذن الله تعالى ان شاء الله، زي ما قلت ان كل لعيب يلتزم بواجبه الفني باداء الوظيفي. كل لعيب لازم في هذه المباراه يكون عنده برنامج في دماغه، برنامج بالكوره، برنامج من الكوره، ده اللعيب، مدير الفني عليه وجهازه الفني انه يتعب، انه يجتهد، انه يشتغل، انه يقرا الجيم كويس قوي، انه يقرا الفرقه بتاعته كويس قوي، ويقرا الفريق المنافس كويس قوي، ان سير المباراه السبب يمشي بخبرات، بخبرات في الملعب، انا بقسمه ازاي وبشتغل ازاي، ونتيجه المباراه ببني عليها شغل كتير جدا، ده المهم. فعلى مستر كارتو انه يتعب ان شاء الله تعالى، ويجتهد ويشتغل كويس قوي مع فرقته والفريق المنافس، وعلى اللعيبه ان هي كل لاعب زي ما قلت يكون عنده برنامج في هذا اليوم، برنامج فني، وظيفه فنيه مطلوبه مني، الباك ليفت يبقى باك ليفت، والباك رايت يبقى باك رايت، والديفندر ديفندر، وراس حربه راس حربه، على لاعبي النادي الاهلي ان يحبوا بعض، ان يبقى في ترابط مهم جدا بكره يوم الخميس ان شاء الله تعالى، ان هم ثقتهم في نفسهم ترجع باذن الله، وهم لعيبه كبار لعيبه ان شاء الله قادرين باللاحترام والتقدير، احنا ما عندناش فيها شك حاجه قدره اللعيبه على العوده بالشكل ان شاء الله، ربنا يوفقهم ويبقى يوم سهل ويبقى كويس ان شاء الله. كابتن ربيع، عايز اتكلم معاك في موضوع كبير، لكن ابدا بالحديث بشكل شخصي عن حضرتك ومنتخبك.